ام يوسف تتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام يوسف. ازي حضرتك حضرتك؟ فضل ونعم الحمد لله. انا مشكلتي معلش طويله شويه بس ممكن هنختصرها هنختصرها يا ام يوسف ان شاء الله. ان شاء الله. انا متجوزه بقالي 17 سنه ربنا يديم. وعندي 3 اولاد. كل بقالي فتره انا وجوزي او دايما انا وجوزي خلافات على طول وضرب واهانه وغلط فيا وفي اهلي بالفاظ وحشه جدا. فانا دلوقتي يعني وغير كده اخر مره كل سنه في رمضان لازم يغضبني ويمشيني من البيت. امشي من البيت لانه بيضربني ضرب لدرجه انه كسر لي سنتي مره وكسر لي صباعي وسحلني على الارض كذا مره بتعوير وحاجات وحشه. فانا دلوقتي وجهت رمضان اللي هو اللي فات ده هو كان اهلي ساعدوه وقفوا معاه كتير بقى غلط فيهم وغلط في الكلام ده كله وخيرني تختاريني ولا تختاري اهلي. فالرد ان انا قلت له ان ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. فقال لي انت اخترتي اهلك انا لما اجي لك انا هموتك انا هضربك انا وانا وانا وانا. انا فين سؤال فين سؤالك فين سؤالك يا يوسف؟ دلوقتي هو بيقول لي رمى عليا يمين الصلاه بالتليفون. قال لي روحي وانت طالقه بالثلاثه يا كذا يا بنت كذا. طيب. وقال لي تحرمي عليا زي امي اللي في التراب. طيب. انا دلوقتي انا مش قادره ان انا اكمل معاه، فده حرام ولا حلال؟ والطلاق اللي هو رماه ده يكون طلاق وانا اتطلقت منه مره قبل كده على قلب مقتول. هجاوبك يا ام يوسف، هجاوبك على السؤالين، يعني تبتدي بالسؤال الثاني. السؤال الثاني انت بتقولي لي هل الطلاق اللي قاله ده يقع ولا لا يقع؟ شوفي مع كل اللي انت قلتيه ده من الاهانه ومن الضرب ده يعني حاجه بتوجع قلبي وجع شنيع. انا ما اعرفش ايه الراجل البني ادم اللي شايف نفسه ان هو راجل اللي هو يضرب ست ويكسلها سنتها، يعني هو ده رجوله دي؟ هو ده ادميه يعني؟ يعني حضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، وما حدش يقول لي انت واقف مع حد ضد حد، انا واقف مع حضره النبي. لازم الناس تفوق شويه. اللي بيحصل ده بيدمر الاسره كلها. حضرتكم ما بتشوفوش، انا بشوف الاولاد بيحصل لهم ايه، وبشوف الولد نفسه، وبيحصل حاجه اسمها والعياذ بالله العنف المتسلسل في الحياه الزوجيه. الولد بيشوف ابوه بيضرب امه فيروح يضرب زوجته. فزوجته تقول له انت لو ضربتني الضرب عندي خط احمر فيتطلقوا، والممارسات العنيفه دي احد اهم اسباب ازدياد نسب الطلاق، خاصه لما يجي يعمل الشاب مع زوجته اللي هي اتربت ببيئه معينه واتربت بثقافه تانية خالص ان الضرب دوت نوع من انواع الجرائم الكبرى وهو كذلك. فاتقوا الله في انفسكم. ومع ذلك انا مش هقدر اقول لك الطلاق ولا ما وقعش. ليه؟ لأن صاحب الطلاق مش موجود. فحضرتك اتفضلي ببساطة، أنت وزوج حضرتك اتصلوا ب 107 أو اتصلوا بيا عشان مباشرة عشان نقدر نتحقق من هو إيه الطلاق ده وقع ولا لم يقع. السؤال الثاني، هل حياتي دي كده نافعة وبقائي معاه حرام؟ الحقيقة إن العنف من أحد أهم أسباب الخطورة، بالذات العنف اللي من النوع ده، أحد أهم أسباب الخطورة اللي الجواز فيها بيبقى مهدد بدرجة كبيرة. طب وإيه الحل؟ الحل ببساطة خالص، لازم نعرف هو عايز يقلع عن العنف ده ولا العنف ده جزء من تزهيقك مثلا عشان أنت اللي تطلب الطلاق، ولا العنف ده جزء من نوع من أنواع الاضطراب النفسي، ولا العنف ده شيء اتربى عليه وهيفسد حياتك وحياة أولادك. وده مش هينفع غير لما تشرفونا ونقدر نقعد مع بعض معاكم انتوا الاتنين عشان نقدر نحدد الكلام ده إذا كان انت الأوفق ليكي ان انت تستمري أو ان الحياة بهذا التصور اللي الحياة العنيفة دي مش هتقدري تستمري فيها ومش هيكون ده لمصلحتك ولا لمصلحة أولادك. وعلى فكرة الإنسان لو كان متضرر فتطلق للضرر هو ليس آثما، بس احنا لازم نتأكد على استحالة إصلاح زوج حضرتك من هذا الشكل العنيف الغير مقبول اللي هو يعد كبيرة وجريمة.